أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حيث تسود أجواء مستقرة، طقس صافي بشكل عام، 19 درجة مئوية، الملموسة 18، الرطوبة 67%، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأها بالمنطقة الشمالية، حيث تبقى تتأثر بحالة من عدم استقرار جوي، سكاكا 15 إلى 11 مع فرصة لزخات من الأمطار، عرعر 14 إلى 8 وتبوك 20 إلى 9 درجات مئوية. المنطقة الغربية أيضا تتأثر بحالة من عدم استقرار جوي، المدينة المنورة فرصة لزخات من الأمطار 27 إلى 16، مدينة جدة أيضا فرصة لزخات من الأمطار 33 إلى 23، مكة المكرمة زخات رعدية من الأمطار 30 إلى 22، والطائف 22 إلى 14 درجة مئوية مع فرصة لزخات من الأمطار. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة زخات رعدية من الأمطار 18 إلى 11، أبها 21 إلى 9، وجازان 29 إلى 26 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية الدمام 24 إلى 17، حفر الباطن 16 إلى 11، الإحساء 23 إلى 13. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس صافي 19 إلى 15، بريدة 21 إلى 14، وحائل 18 إلى 9 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهار سعيد نتمنى للجميع وإلى اللقاء.